أهم هو لنفترض جدلا أن الأمريكان ضربوا وردوا بضربة انتقامية ضد إيران وفصائلها المسلحة اللي موجودة في المنطقة، برأيك كيف ستكون يعني ضربة رادعة؟ لأنه الآن كل الظروف اللي صارت واللي انتهت في قاعدة التنف أثبتت بأنه كل ما أنت تضرب هذه الفصائل تعود وتضربك بشكل أكثر، وبدأت تضرب في عمق القواعد. والآن الكلام عن الحرس الثوري الإيراني هو الذي ينصب هذه الصواريخ الأرض أرض مباشرة طبعا إلى قاعدة حقل العمر النفطي، وهذا اللي انكشف. يعني قد تكون هنالك أمور غير مكشوفة، كيف للأمريكان أن يضمنوا أنه بردهم بعد يكون رادع لإيران؟ ليس هنالك حتى هذه اللحظة إثبات نقدر نعتمده. نعم أستاذ أحمد، طبعا أنت بالتأكيد محق، وأنا قلتها سابقا، الضربات من هذا النوع لإيران هي تقويها ولا تضعفها، بالعكس هذه الفصائل وهذه الجماعات عندما يسقط لها ضحايا في هذه الضربات هي تفتخر بهم وتعلنهم شهداء وتعلنهم كذا. وبالنسبة للفصائل المسلحة هي تسجل نقاط أفضلية، يعني كل ما فصيل من الفصائل سقط له ضحايا سجل نفسه لمكانة سياسية عند طهران أفضل من غيره، والفصائل اللي تخسر أكثر هي تصبح المفضلة أكثر واللي تفتح لها أبواب التسليح والنفوذ والمال وإلى آخره. فبالتالي الضربات من هذا النوع عليها تقويها ولا توقفها، لا تشكل رادعا أبدا الضربات. الشيء الوحيد الذي لاحظته في السلوك الإيراني أن الضربات التي يمكن أن توجه لإيران تحسب إيران حسابها، يعني الضربات التي توجه بشكل مباشر لإيران تكون موجعة بالنسبة للإيرانيين، أما عندما توجه ضربات إلى فصائل تابعة لهم فهي جزء من الخسائر اللي إيران لا تهتم كثيرا بها أو خلينا نقول مستعدة لها. فبالتالي يجب على أمريكا أن تفكر فعلا في استراتيجية أخرى للضغط على إيران غير هذه الاستراتيجية المتبعة، أو تفكر بالانسحاب، يعني خلاص نحن لا نستطيع أن نواجه هذه القضية، لا نعرف كيف نحلها، إذن لننسحب. وهذا حصل كما حصل في أفغانستان، وحصل قبلها في فيتنام، وحصل قبل الجميع في العراق، أو عفوا بعد قبل أفغانستان في العراق. يعني هذا يحدث، الولايات المتحدة الأمريكية تصل لهذه القناعة، علما أن موضوع سوريا تأجل الانسحاب به بعد ردود الأفعال الكبيرة والمستنكرة اللي ظهرت في أفغانستان. يعني هذا هو الذي أجل قرار الانسحاب من سوريا، وإلا بخلاف ذلك أعتقد كان هناك قرار معد للانسحاب، وخصوصا ترك قسد لحالها وتدبر أمورها، لكن هذا طبعا تم تأجيله وتطمين قسد ومسد بأنهم سيبقون تحت الرعاية والحماية الأمريكية. ولكن إلى متى؟ إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية لا تضع استراتيجية ناجحة ورادعة فعلا في تلك المنطقة للفصائل والنفوذ الإيراني، ستضطر في نتيجة الأمر إلى الانسحاب من هذه المنطقة عاجلا.